مساء الخير، يا ترى شايفيني ولا هنبدأ اللايف كونسرت بتاعنا النهاردة بمناسبة رمضان؟ كل سنة وانتم طيبين. استنى شوية كده لما نشوف التفاعلات وهل في حد هيدخل معانا ولا ايه. بصراحة انا صفار مش عارف ده شغال ولا لأ. نستنى كده لما الناس تدخل معانا وتتفاعل. في بدأوا ناس اهو يجوا. اهلا يا سارة، ازيك؟ احنا طيب هنبتدي الاول. اهلا بيكم، كل سنة وانتم طيبين، واهلا بيكم معانا في اللايف كونسرت بمناسبة رمضان. كان بقالي كتير ما عملناش حاجة وما شاركناش مزيكا مع بعض. الأول انتوا واخدين بالكم من الجو الرمضاني اللي أنا عامله هنا؟ يعني عندي هنا في أهو جنب المكتبة في حاطط البتاع بتاع رمضان ده، مش عارف شايفين بقى، في فانوس هنا، في فانوس تاني برضو هنا، مش عارف شايفينه ولا لأ، أوريه لكم أهو. فوانيس أهي، تمام. في فانوس جنب السي دي بتاع أوريكو ماسياس، و حتى النهاردة في رمضان برضو وإحنا في الحفلة الموسيقية بتاعتنا في هذا الكونسير المسائي، أنا لابس برضو كرافات خضراء علشان هنتكلم بقى في مزيكا صوفية وحاجات زي كده. فاللون الأخضر دايما هو لون المتعلق بالصوفية والغناء الصوفي والأولياء وكده يعني. وكان نفسي بصراحة أجي لابس عمة خضراء زي بتاعة الشيخ حمزة شكور اللي هنسمع له حاجات النهاردة، بس اكتشفت إن مفيش عمة خضراء. فالمرة الجاية إن شاء الله هبقى أعمل حسابي في الموضوع ده. اللي إحنا عايزين نعمله النهاردة إن أنا قلت إن إحنا في هذه الأمسية الموسيقية وبمناسبة شهر رمضان الكريم، كل سنة وأنتم طيبين جميعا، قلت إن إحنا نشارك حاجة ليها علاقة شوية بالموضوع. فهنسمع لبعض الغناء الصوفي والغناء اللي بيشبه الغناء الصوفي شوية. فهنبدأ إن إحنا هنسمع حاجات من الغناء الصوفي ومن القدود الحلبية، وهنقول كل حاجة من دول إيه هي، ومن الموشحات الأندلسية. ده البروجرام اللي أنا محضره لكم النهاردة يعني. هل يا ترى في تفاعلات؟ يعني في كويس، الصوت واضح، حد يقول أي حاجة؟ طيب مش شايف حد يقول أي حاجة، الناس بتعدي وتمشي كده. أوكي، anyway المزيكا هتجمعنا كلنا. Music is the language of the world. فاحنا ايه هنبدا بموسيقى يمكن اكيد سمعتوها قبل كده. هي موسيقى لفريق موسيقي اسمه انسامبل الكندي، وانسامبل يعني حاجه زي باند، يعني باند صغير كده، حد بيغني وفي ايقاع وفي التين او ثلاثه من الوتريات، وممكن يبقى في آلة نفخ او اتنين. بيبقى باند مكون من 5 أو 6 يعني بالكتير. الانسامبل الكندي ده راجل صوفي في فرنسي مع موسيقار ومنشد كبير سوري اسمه الشيخ حمزة شكور. هنسمع له حاجات النهاردة، وهنبدأ بمقطوعة موسيقية اسمها السلام. دي مقطوعة لانسامبل الكندي للشيخ حمزة شكور، تحت نزلت في ألبوم تحت عنوان صوفي سونجز اوف دمشق، الأغاني الصوفية بدمشق، تحديدا اسمها السلام الرابع، وهي مقطوعة على مقام الهزام اللي بيسموه مقام الأرواح أو مقام راحة الأرواح، مقام الهزام. انا مش متعمق قوي في المقامات الموسيقيه، بس يعني من الحاجات الانواع الموسيقى اللي بحب اسمعها جدا. نبدا نسمعها مع بعض، موسيقى السلام. انسون للكندي شيخ حمزه شكور. الموسيقى دي فاميليير شويه يعني، شويه كده، وحد يحاول يفكر سمعها فين قبل كده. اه
أهلا بالأصدقاء اللي بدأوا يشاركونا معانا في الحفلة بتاعتنا النهاردة. أهلا بعمر، أهلا بمرام، أهلا ببشوي، أهلا بدكتور مصطفى. وحشني والله، سيبكوا تستمتعوا بالمزيكا. هنلاقي إن آلة القانون، سوري أنا مش عايز أتكلم، المزيكا شغالة، هنتكلم بعدها. ماهر بيه، ازاي حضرتك؟ شرفنا. نجيب السبحة بقى علشان هاي جيهان، ازيك جيهان الحدادي صديقتنا من المغرب، اهلا بيكي من المغرب الشقيق. ميس يو تو والله، سنين ما تقابلناش. اسلام الدرع، اهلا بيك، مشرفنا. أتمنى تكونوا استمتعتوا بالمقطوعة دي. هنلاقي إن آلة القانون هي الآلة المميزة للنوع ده، أو يعني الستايل ده في الموسيقى، وبالذات للباند بتاع أنسامبل الكندي. هو أنسامبل زي ما قلت لحضراتكم، هو زي باند صغير أو صغيرة. والكندي ده كان الفيلسوف المشهور الكندي، ده اللي عمله الباند على اسمه يعني. الموسيقى دي كانت التتر بتاع برنامج الموسيقى العربية اللي كانت بتقدمه الدكتورة رتيبة الحفني الله يرحمها، تقريبا كل يوم مش فاكر أربع أو خميس على القناة الأولى. وكان برنامج مشهور جدا. ما زلنا مع أنسامبل الكندي، ونسمع برضو للشيخ حمزة شكور نوع من الإنشاد. والغناء الصوفي فيه ثلاث أنواع رئيسية: الإنشاد والمديح والابتهال. هنسمع حاجات منهم كلهم، ويعني هنسمع دلوقتي إنشاد للشيخ حمزة شكور. كان موسيقار ومنشد سوري عظيم جدا، توفى من فترة، لكن هتلاقوا حاجاته موجودة على يوتيوب، وموجودة السيديهات بتاعته في حتت كتيرة. اللي منكم في فرنسا هيلاقي حاجات قوي. نسمع له مع الصوت بقى والطبقات وعظمة الإنشاد. السبحة علشان نندمج. سامعين هنا تقاسيم الناي. اهلا دكتور عمرو، ازاي حضرتك؟ شرفنا. Thank you.
خميس بس عشان يبان مهم قوي الخميس. الصوت مسموع كويس؟ انا هو خلص الابتهال وبدا بقى يمشي في الانشاد. استاذ توماس اهلا بيك، ازاي حضرتك؟ شرفني.
النمط ده من الموسيقى اللي غناه الشيخ حمزة شاكور اللي كان المنشد الرئيسي لفرقة انصامبل الكندي. بيسمى الستايل ده بيسمى القدود الحلبية، والقدود الحلبية دي نوع من الموسيقى زي الموشحات كده، نشأت أساسا في الأندلس واتنقلت بعد كده لسوريا بشكل ما. وكان يعني في حلب كانوا مشهورين قوي بالنوع ده من الموسيقى، بيعتبر نوع من الموسيقى المميزة للتراث السوري. يعني مش هندخل في التفاصيل ايه الفروق بين الحاجات دي كتير قوي لانها تاخد مننا وقت طويل جدا، ولكن احنا هنفضل النهاردة يعني مع القدود والموشحات شوية. يعني برضو نرجع تاني يعني نسيب بقى سوريا والأندلس ونيجي لمصر شوية، وإن كان في علاقة هنا بين مصر وسوريا. في قصيدة شهيرة لسلطان العاشقين وإمام الصوفية الإمام عمر بن الفارض بيسموه سلطان العاشقين، له قصيدة مشهورة بتقول زدني بفرط الحب فيك تحيرا، هنسمعها بصوت أحد عظماء القدود الحلبية المنشد الشهير صبري مدلل. صبري مدلل هو يعني لو هنتكلم على الإنشاد ولو هنتكلم على القدود الحلبية والغناء الصوفي فيعني ما ينفعش إن احنا ما نذكرش صبري مدلل لأن هو أحد أهم أقطاب هذا الفن. نسمعه في القصيدة. أرجو يكون الصوت واضح. طبعا هو بيتكلم على العشق الإلهي يعني. معتز، دكتور معتز أهلا بيك معانا، استمتع بالإنشاد الصوفي. أحمد الشيخ أهلا بيك، إسلام أهلا بيك.
كانت القصيدة كلماتها مفهومة، ممكن أقرأ لكم كلماتها، لو ما كانش كده أقرأ لكم جزء صغير منها بعد ما سمعناها بصوت صبري مدلل. بتقول: زدني بفرط الحب فيك تحيرا، وأرحم حشا بلظى هواك تسعرا، وإذا سألتك أن أراك حقيقة فاسمح ولا تجعل جوابي لم ترى. يا قلب أنت وعدتني في حبهم صبرا، فحاذر أن تضيق وتضجرا. كل الذين تقدموا قبلي ومن بعدي ومن أضحى لأشجاني يرى، عني خذوا بي واقتدوا وليسمعوا وتحدثوا بصبابتي بين الورى. يعني الشيخ عمر بن الفرد كان عظيم طبعا. في برضو يعني حاجات كتيرة قوي لو هنتكلم على الغناء الصوفي والقدود الحلبية، ولكن أنا كنت حابب أنقل شوية على الموشحات الأندلسية بعد كده. هو برضو نمط آخر من الغناء العربي اللي ارتبط بمجموعة بلاد كتيرة. ولو هنتكلم على الغناء اللي ارتبط، يعني سواء كان القدود الحلبية أو الموشحات الأندلسية، الاتنين يعني نشأوا، هم اشتهروا جدا في الأندلس، لكن يمكن نشأتهم كانت في حتة تانية، ولكن ازدهروا وتطوروا في الأندلس واتنقلوا بعد كده أكتر لسوريا والمصر ولبلاد تانية كتيرة. الموشح هو زي الأغنية الشعبية المكتوبة على نمط متغير، في موسيقى متغيرة، يعني الوزن بتاعه ما بتبقاش القصيدة كلها على وزن واحد، ممكن أوزان القصيدة تتغير كذا مرة علشان تناسب التغيير في المقامات الموسيقية بشكل مرن شوية. الموشح اللي هو بيمثل في الموسيقى الغربية السوناتا، أو القصيدة اللي هي بتتسمى السوناتا، اللي هي بتكون في الأدب الإنجليزي مثلا هي قصيدة من 14 بيت. يعني ويليام شكسبير كشاعر له مجموعة من القصائد بتسمى السوناتاز، دي حاجات كده اللي هي زي نفس فكرة الموشحات يعني. ممكن نبدأ بموشح لطيف جدا نور الهدى. الموشح بيقول: عبث الحب بقلبي فاشتكى. ممكن نسمعه مع بعض، وده لطيف جدا. اسمعوا، في تنويعات موسيقية مختلفة كمان. الموشح كان أكثر مرونة، هنسمع فيه مرونة وعذوبة أكتر في الألحان. سيبكوا تستمتعوا. آدم أهلا بيك، شرفنا النهاردة. دكتور آدم عبد الرحمن الفنان الكبير، أهلا بحضرتك. بسمة إزيك، عاملة إيه؟ معانا الصديق الإعلامي آدم مكيوي، مشرفنا النهاردة. طبعا الستايل ده من الالحان زي ما احنا سامعين كده،
يعني أعيد صياغته بعد كده كتير. يعني مثلا الأخوين رحباني اشتهروا بالموضوع ده قوي، هنسمع لهم حاجة كمان شوية في إعادة صياغة الموشحات الأندلسية. سهام اللحظة أسرى الأبلوعية. نادية بتسأل لمين القصيدة؟ هي القصيدة لابن بقي، يحيى بن بقي، ده كان شاعر أندلسي من طليطلة، معروفة. لا معروفة، قصيدة معروفة واللحن معروف، وهتلاقيها على اليوتيوب، اكتبي نور الهدى عبث الحب بقلبي فاشتكى، هتلاقيه موجود. أتمنى تكون عجبتكم الموشحات، ستايل مختلف شوية عن القدود الحلبية ولكن، وعن الغناء الصوفي والإنشاد والمديح، ولكن هو برضو ستايل مميز جدا من ستايلات الموسيقى العربية. واللي احنا سمعناه دلوقتي ده النور الهدى، ده موشح أصلي، يعني ده موشح من قديم، يمكن أعادوا توزيعه بس هو موشح أصلي من الزمان، يعني ممكن من القرن ال13 أو ال14 الميلادي. في تجارب مهمة، تجارب حديثة شوية لإعادة صياغة الموشحات، زي اللي عملها مثلا الأخوين رحباني على سبيل المثال. في مثلا زي فيروز لما غنت يا ليل الصب متى غدو، ما قدرتهاش بس ممكن نجيبها، كنت عايز اسمعكم حاجة تانية. القصيدة دي مشهورة جدا، كان اسم الشاعر كان اسمه عبد الغني او ابن عبد الغني، للأسف مش متذكر قوي، بص يمكن يكون علي بن عبد الغني الحصري الضرير، ضرير يعني كفيف. يا ليل الصب متى غده، أقيام الساعة موعده، رقد السمار وأرقهم أسف للبين يردده. قصيدة مشهورة جدا، ودي القصيدة اللي أحمد شوقي عمل لها معارضة شعرية في قصيدته المشهورة مضناك جفاه مرقده، اللي غناها عبد الوهاب. نسمع القصيدة مع بعض بس بعد الإعلان ما يعدي بتاع اليوتيوب ده، ما بحبش الإعلانات الموسيقية، بعرض من اليوتيوب النهاردة، يعني في حاجات كتيرة ما كنتش محضرها من ضمنها الأغنية دي. نسمع فيروز بتغني يا ليل الصب متى غده.
الصوت واضح كويس. هنا من الموسيقى نقدر نفهم المرشح بيمشي ازاي شوية. هنا أربع أبيات شبه بعض، بعدين في فاصل وأربع أبيات تانيين شبه بعض. نيفين اهلا بيكي معانا. اسماء اهلا بيكي. دكتوره رضوى شرفنا في الامسيه الموسيقيه. دكتور رضا ما شاء الله على حضرتك، وحشنا جدا، ابداعاتك الفنيه وحشانا. صديقتنا ميكايلا من فرنسا اهلا بيكي. بونسوار ميكايلا. خداك قد اعترف بدمي فعلام جفونك تجحد. ده كلام عظيم جدا. من ضمن التجارب برضو للأخوين رحباني في إعادة صياغة الموشحات، يعني دلوقتي اللي سمعناه الفيروز ده موشح أصلي، قصيدة أصلية كتبت لكي تكون موشح. مش متأكد هل اللحن ده هو الأصلي ولا لحن الأخوين رحباني هم اللي عملوه، فممكن يكونوا هما عملوا صياغة للحن ده على النظام الألحان الأندلسية. ولكن في تجربة مثلا شهيرة جدا عملوها الرحبانية مع فنان موسيقار ملحم بركات، غنى لهم. منال أهلا بيكي، وعماد أهلا بيك، مشرفنا في الأمسية الموسيقية. الأخوين رحباني ألفوا ولحنوا موشح، هما عملوها كتير، موشحات كتيرة، بس في تجربة كانت رائعة جدا. موشح ما بالها جنت بها البلد، هم اللي كتبوه على نظام الموشحات. القصيدة كتبها ولحنها الأخوين رحباني، وغناها ملحم بركات الفنان اللبناني الشهير. ممكن نسمعها، ونسمع جزء منها لأن هي طويلة شوية.
اهلا اهلا دكتوره مي، اهلا بحضرتك، اهلا بيكي في امسيتنا الموسيقيه. صديقنا محمد الوقاد من الامارات، اهلا بيك معانا. زي ما قال نزار قباني: ان قراءه الشعر في دمشق لها مذاق مختلف ونكهه اخرى. في هذا الكتاب اللي هو دمشق، ده من الكتب الجميله جدا. كل انواع يعني هذه الصياغه من الشعر اللي بنتكلم عليها، اللي شفناها النهارده، زي الموشحات الاندلسيه وزي القدود الحلبيه، كلها عدت على الثقافه السوريه بشكل ما، وانتقلت طبعا الى لبنان والى مصر والى، وما نقدرش نقول هل نشأت في سوريا ولا نشأت في الأندلس، ولا كانوا الاتنين مرتبطين ببعض ارتباط شديد جدا، والثقافات كانت منتشرة جدا ما بين البلدين دول تحديدا في فترة العصور الوسطى بشكل كبير. زي ما سمعنا هنا مثلا الصياغة اللي عملوها الأخوين رحباني للموشح ده، كتبوا القصيدة على نفس الستايل والطريقة والإحساس، نفس يعني استوحوا نفس الأمبيونس بتاع الستايل الأندلسي، واللي هو مشابه برضو شوية لستايل الشام في سوريا وفي لبنان. إزاي يعني اتكلموا، يعني اللي هي كان الشعر وطريقته بيتكلموا على الأنهار والأشجار والزهور والأنهار والرياحين، زي كده لما نزار قباني قال إن هو ولد في قارورة عطر، اللي كان بيتكلم على بيته في دمشق يعني. فبرضو نفتكر لما العربي لما خرج من الجزيرة العربية وراح الأندلس، انتقل إلى الأندلس وانتقل إلى الشام، كان كأنه يعني شخص كان محمل بالأتربة وقفز في الأنهار، فتخلص من هذه الأتربة وتحمل بعطور ورياحين المكان اللي هو موجود فيه، سواء الأندلس أو الشام. وده اللي كان بيغلب على الستايل بتاع الشعر والكتابة في هذه البلاد وفي تلك الثقافات، إن هي إن كانت متأثرة قوي بالطبيعة بتاعة البلد. من ضمن التجارب برضو في إعادة صياغة الموشحات، أنا ما كنتش عايز أختم بيها بس ممكن نبقى نختم بحاجة تانية. نيجي بقى نرجع لمصر. شعر مصري شهير جدا، فؤاد عبد المجيد. فؤاد عبد المجيد لما هنسمع له حاجة دلوقتي هتعرفوا إن أنتوا كلكم عارفينه، بس يمكن مش عارفين اسمه، أغلب الناس مش عارفة اسمه. فؤاد عبد المجيد هو أصلا كان، أظن كان بيشتغل في حاجة تانية، هو كان مهندس تقريبا أو حاجة زي كده، وكان بيشتغل في شركة كبيرة، وبعدين لما طلع على المعاش بدأ إن هو يمارس هوايته الموسيقية، فتعرفوا عليه في فرقة رضا، فبدأ إن هو يلحن لهم، فبدأ إن هو يكتب ويلحن موشحات، أو يكتب ويلحن بطريقة الموشحات، وغنوا أغانيه في فرقة رضا، وكلنا هنسمع حاجة منهم عارفينها، هنبقى عارفينها جدا. فؤاد عبد المجيد يعني الحاجات اللي كتبها ولحنها أوقات بيظنوا خطأ إن هي موشحات قديمة من العصر الأندلسي فعلا، وشفت مرة حد بيتكلم عليها كحاجة زي كده، ولكن لا، هي زي مثلا قصيدة عجبا لغزال قد تال عجبا، هنسمعها دلوقتي لفؤاد عبد المجيد، واللي غناها عمر فتحي وفرقة رضا. لا، هي قصيدة هو كتبها هو لحنها، هي مش موشح قديم. نسمع مع بعض، هتعرفوها أول ما تسمعوها. أتمنى بس ما يطلع لناش بإعلان عشان أنا ما بحبش الإعلانات. لا، اسمعوا بقى. دي كانت التجربة المصرية في إعادة صياغة الموشحات، أو من أهم التجارب المصرية يعني. الفنان الكبير الأستاذ كريم نبيل، أهلا بيك معانا.
فين الصح؟ فين الصح؟ أهلا باشمهندس نادر، أهلا بيك معانا. اللي بيغني ده عمر خاطر. ممكن نسمع له برضو يا غريب الدار لحد ما افكر هنختم بيه. مزيكته معروفة مش كده؟ بس محدش عارف اسمه مع انه موسيقار عظيم جدا يعني. هو معاش كتير برضه، هو اشتغل 10 سنين بس وتوفى بعد كده. جوجو اهلا بيك، ازيك؟ وحشني جدا.
بعد جمال، بعد فؤاد عبد المجيد، ممكن ان احنا كنت بفكر في حاجة نختم بيها، وبعدين فكرت ما بين قصيدة حب لفيروز ونصر شمس الدين، او الحلاج قصيدة والله ما طلعت شمس ولا غربت. فقلت ان احنا يعني برضو ما دمنا نتكلم برضو عن الشحات، وبعدين جبنا سيرة التصوف والصوفية والاندلس وسوريا والشام، فكان في اتنين ما ينفعش ما نتكلمش عنهم. الفنان الكبير الاستاذ منير الشعراني معانا، اهلا بحضرتك. يعني واحنا بنختم ف الكونسرت بتاعنا النهارده، كنا بنتكلم على واحنا بنقول عن التصوف، في الامام الحلاج المنصور الحلاج، ما ينفعش ان احنا ما نذكروش، وطبعا العظيم يعني الشيخ الاكبر محي الدين ابن عربي، بس ده لازم نعمل له حفله كونسرت لوحده، يعني حلقه لوحده، ده موضوع تاني خالص بقى، ده حاجه يعني رهيبه جدا. الحلاج وهو كان الامام الصوفي والشاعر الشهير، وكان عايز اقرا لكم حاجه من قصائده، انا كنت مطلعها قدامي، راحت فين؟ انا ضعيف في الحفظ. اهي. كان بيقول: عجبت منك ومني يا منية المتمني، أدنيتني منك حتى ظننت أنك أني، وغبت في الوجد حتى أفنيتني بك عني، يا نعمتي في حياتي وراحتي بعد دفني، ما لي بغيرك أنس من حيث خوفي وأمني، يا من رياض معانيه قد حويت كل فني، وإن تمنيت شيئا فأنت كل التمني. هنسمع له قصيدة مشهورة جدا، أكيد سمعتوها، حبيت إن احنا نختم بيها النهاردة. سوري أنا آسف. قصيدة والله ما طلعت شمس ولا غربت، نسمعها مع بعض ونختم بيها الحفلة بتاعتنا النهاردة. أرجو أنكم تكونوا اتبسطتوا معانا. صباح الخير. معلش سوري الإعلان السخيف. أرجو أنكم تكونوا انبسطتوا معانا النهاردة، وإن شاء الله في المرات القادمة تكون أفضل. وأنا انبسطت جدا معكم، ونختم بوالله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي. ولا أبدا.
باشمهندس نادر زميل الشغل القديم، كنا قاعدين على مكتب واحد وبنسمع مزيكا مع بعض احنا الاثنين في الشغل. بيقول لي عرفنا عن ميعاد سهرة ابن عربي. والله يا نادر هحاول احضرها عشان خاطرك انت بالذات، اقول لك بس محتاج اذاكر لها كتير شوية. ابن عربي يعني لو هنتكلم عنه في حاجة لازم نحضره كويس قوي. ابن عربي قوي جدا، بس ان شاء الله يعني نعمل حاجة حتى عن بعض أشعاره، نقرأ بعض أشعاره وبعض الأغاني اللي اتعملت عن أشعاره. يعني أنت حمستني للموضوع ده. كرافات خضراء عشان الشعر الصوفي، يعني متقمص صورة الشيخ الصوفي النهاردة بكرافات خضراء. جو رمضان كل سنة وانتم طيبين. مهم جدا السيتنج بتاع الموضوع. ديني لنفسي ودين الناس للناس، كان هذا حسن الختام. نشكر حضراتكم انكم كنتوا معنا النهاردة في هذه الأمسية اللطيفة، وبصراحة استمتعت بيكم جميعا، ويعني ارجو ان احنا نكون انبسطنا، ارجو انكم تكونوا انبسطوا زي ما انا انبسطت، ونتقابل ان شاء الله في سهرات موسيقية قادمة ان شاء الله. تصبحوا على خير وأشوفكم قريب. تحياتي، كل سنة وانتم طيبين.